انا مش عايزه احكي كتير في النقطه دي لاني مبسوطه جدا ان معانا دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، وفي تفاصيل كتير نفسي اسال دكتور احمد فيها كده باسئله تلغرافيه سريعه، واثقه انه ان شاء الله هيجاوبنا عليها كلها. مساء الخير دكتور احمد، وكل سنه وحضرتك بالف خير. مساء الخير دكتور دينا، ومساء الخير على المشاهدين، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير يعني بمناسبه عيد الاضحى، وان شاء الله يعني السنه دي تكون عيديه ظريفه كده في ايد المواطنين جميعا يعني. انا اول زبون اتضحك عليا، انا جوزي جاب لي 10 من دي، انبسطت قوي. خلاص اولادي كلهم عايزين ال 10 جنيه بصراحه يعني اعتبرتها عاديه تمام يعني. طيب دكتور احمد، عايز اسال حضرتك مجموعه اسئله تلغرافيه فعلا وكتير، بعيدا عن فكره تصميم ال 10 جنيه واتعملت كده ليه وكنا نفسنا تتعمل شكل تاني، مش دي القصه. القصه فيما قدمته مصر من اجل صك العمله والمشروع القومي لصك العملات وانها تتعمل في مصر، هل ده لاول مره يحصل؟ واذا كان لاول مره ده وفر علينا قد ايه؟ تمام. فيما يخص نقطة التوفير أو التكلفة تحديدا، ننوه لنقطة مهمة جدا، إن إصدار العملات البلاستيكية، طبعا حضرتك أشرتي لنقطة مهمة في البداية عشان بس أكمل الموضوع، إن هي عمرها الافتراضي أطول، بيقعد 3 سنين، لا هي كمان عايزين نأكد على نقطة تانية، هي أكتر من 3 سنين وبتوصل 3 مرات، لا بتوصل ل5 مرات كمان. حلو. طيب اللي احنا عايزين نقوله ان هي تكلفه الطباعه بتبقى عاليه شويه في البدايه، بس التكلفه دي بتتغطى من خلال ايه؟ من خلال ان انا بقلل مرات الاصدار، يعني انا لما اجي كل 5 سنين مع يعني نوصل لمرحله الانفيت اروح اطبع تاني، فده بيقلل من الانفيت. طيب هي بتكلفنا كام بقى احنا كدوله؟ العمله البلاستيكيه بتكلفنا 2% تحديدا من اجمالي الناتج المحلي للدوله. طيب هو الناتج المحلي كام عشان بالارقام كده ببساطه؟ احنا عندنا الناتج المحلي، الحكومه بتقول ان احنا ان شاء الله هنوصل لحوالي 9 تريليون جنيه مصري. طيب يعني بنقول ال 9 تريليون في 2% يعني بنتكلم في 180 مليار جنيه مصري، يعني احنا كده هنوصل، احنا بنصرف 180 مليار جنيه مصري بس علشان نطبع عملات في طباعة، اللي هي 2% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. طبعا احنا بنتكلم في الورقه اللي هي ب 10 جنيه جديده، يعني في الاصدار الاولي كده احنا بنقول العمله الاكثر تداول، يعني اللي هي بتتبع تحديدا وفقا للبيانات الصادره عن البنك المركزي في مارس، مطبوع منها حوالي 4 مليار جنيه مصري، يعني ده كفئه ال 10 جنيه بس من 767 مليار جنيه. فبالتالي انا كده هبص التكلفه الفعليه اللي احنا بنتكلم في توفيرها، بنتكلم في حوالي من حوالي 18 ل 30 مليار جنيه هنوفرهم على خزانه الدوله. طب الرقم ده مش قليل، الدوله بتعمل دعم في امور كثيره، فبالتالي انا هقدر اوفر المبلغ اللي انا بكلف بيه خزانه الدوله ويبتدي يتصرف في اماكن او مشروعات ثانيه، لان احنا شايفين الفتره اللي فاتت حجم المشروعات اللي الدوله بتشتغل فيها فيما يخص البنيه التحتيه تحديدا. طيب السؤال الثاني، المشروع القومي لصك العملات او ان احنا بنطبع عملاتنا بنفسنا، هل انا معلومه اللي عندي مظبوطه كده ان احنا ده بيوفر علينا، وده كمان في حد ذاته نوع من انواع الاكتفاء الذاتي يوفر علينا تكلفه غير ان نوع العمله نفسه بيوفر؟ طبعا ده في نقطه كمان مهمه جدا بخلاف التكلفه، ان انا كدوله هنا مصريه بطبع من خلال العملات البلاستيكيه ذات الهاي تكنولوجي والعناصر الامان، وطبعا نقطه التزييف والتزوير ده صعب جدا. ممكن احد المشاهدين يقول لي يعني انا هروح ازور الورقه ب 10 جنيه يعني، اقول له لا طبعا مش فكره في الورقه انك تزور ورقه 10 جنيه، احنا قلنا في البدايه احنا بننزل 10 جنيه دي از تيست للسوق، وده طبيعي جدا في اي دوله بتنزل عمله طبعا. عشان بعد كده السوق او الذوق العام يقبلها، هبتدي بعد كده ما اطبعش بقى ال 10 وابتدي اخش على الفئات الاكبر. طيب نرجع بقى للجزئيه اللي حضرتك بنتكلم فيها تحديدا، انا هنا هيساعدني في نقطه مهمه كمان، اولا انا حققت اكتفاء ذاتي، قللت تكاليف، لا وكمان ممكن انا بما اني بتوجه الى التعاون مع دول افريقيا ابتدي اطبع للدول في افريقيا العملات بتاعتهم، وبالتالي هدخل ايرادات للدوله. انا هنا في مصر انا من اوائل الدول في الشرق الاوسط، عندنا السعوديه اصدرت عملات بلاستيكيه، عندنا الامارات اصدرت عملات بلاستيكيه بالتوازي طبعا مع العملات الورقيه لحين التوجه الى الطباعه الكامله، دول كتير قوي في يعني غربيه، عندنا في كندا، عندنا في اليابان، عندنا في دول كتير اشتغلت بالعملات البلاستيكيه، انجلترا. فالفكره كلها ان انا هنا بحقق امور ثانيه، هبتدي ادخل ايرادات للدوله، هحقق ذاتي، اقلل التكلفه، ده فيما يخص الامور الاقتصاديه. في نقطه برضو كنت حابب اشير ليها يعني لو الوقت يسمح، ان انا بالنسبه لي انا كمواطن انا عندي هنا
مميزات كتير جدا. مميزات اولا ما فيش بالنسبه لي اي حاجه ان انا اشك ان الورقه دي مزوره، فبالنسبه لي عنصر الامان في التعامل مع بالعمله داخل الدوله انا خلاص كده ده عنصر الامان موجود. نمره اثنين، الورقه نفسها زي ما قلنا العمر الافتراضي دوت مبني على ايه؟ اولا لو اتحطت كده في ميه وطلعتيها يا فندم في ساعتها طبعا كلنا عارفين اللي كان بيحصل لما الورقه تتبل، بنعمل حاجات يعني انت عارفه احنا كم يعني المصريين او ايوه ايوه بنغسلها في جيب البنطلون معروف. كلنا ما فيش حد فينا ما نسيش العمله داخل الملابس واتغسلت وبتطلع بايظه وحتى الطرف الاخر لما تيجي تتعامل معاه بيرفضها. دي حضرتك وانس انها اتبلت مسحتيها بمنديل الموضوع انتهى خلاص، بتتعامل بيها في نفس اللحظه. ده من ضمن المميزات. حتى لو الورقه وهي في ايدك اتنيها، حتى اتنيها هتلاقيها بتتفرد معاكي تاني بسرعه، جربي كده وهي في ايدك اتنيها هتتفرد على طول، كرمشيها هتلاقيها بتتفرد تاني. فبالتالي هي كملمس اولا اخف، تمام؟ يعني سيبيها كده بقى، سيبيها اهو هنتنيها اتفرد اتفرد، شايف حضرتك؟ فالفكره كلها حتى العلامه نفسها ما بتقعدش كتير. حتى لو اتكرمشت طبعا حته انها تتقطع صعب انها تتقطع، يعني مش عايز اقول لك يعني لو جبنا حاجه كده نحاول نقطعها بقى يعني بقوه، وده مش مفيش حد بيحاول يقطع العمله. لا انا عندي سؤال يا دكتور، فعلا يمكن اللي حضرتك بتقوله ده فعلا يهم الدوله اكتر، يعني يهمني جدا ان تبقى عمرها طويل، يهمنا احنا كمان كاعلام اننا نبقى كمان ان شاء الله نتكلم عن ثقافه استخدام العمله، لكن الدوله كمان يهمها الشمول المالي. وانا عايز اسال حضرتك بقى النقطه دي، هل احنا بنغير العمله كخطوه للشمول المالي، كخطوه لان انا اخرج العمله بقى اللي عندي واوديها البنك عشان العمله بتاعتي هيتم وقف التعامل بيها؟ هل ده واحد من الاحلام القريبه عشان نضطر كلنا نستخدم البنوك ونتعامل ماليا بشكل متحضر ونبقى جزء من الثقافه العالميه للشمول المالي؟ هل ده ممكن يكون قريب انه يحصل؟ طبعا يا فندم، هي خطوه من خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي. احنا خلصنا خلاص الجزء الاولاني، احنا في الهيكلي. من ضمن الاجراءات اللي بتتم ان احنا بنبتدي نغير في العمله عشان نبتدي بقى كل العملات القديمه اللي موجوده نبتدي تتسحب من السوق واحده واحده، بالتدريج طبعا مع عمليات الاصدار اللي هتحصل من وقت للتاني مع الذوق العام لما يقبلها اكتر. وبالتالي انا بوصل كل الفئات المتعامله ان انت خلاص لازم تروح البنك. وانس ان انا ابتديت اوديك للبنك انت ابتديت تفهم الثقافه زي ما بنقول ابتدينا نثقفك ماليا ان في تعامل مع حاجه اسمها بنك. ابتدينا يعني شفنا الفتره اللي فاتت يعني خطوات كتير للشمول المالي، شفنا عمليات التحول الرقمي، شفنا على سبيل المثال المحافظ الالكترونيه، شفنا البطاقات البلاستيكيه ابتدت تنتشر بشكل كبير. يعني الارقام يعني اقول لحضرتك احنا عندنا 56.2 نسبه شمول مالي موجوده في مصر مقارنه ب 33% في 2017. هو في تحركات في ثقافه ماليه اكبر بتحصل، بس الفكره ان البنك المركزي نفسه هنقول الاجهزه المعنيه وزاره الماليه كلهم بيسعوا الى زياده معدلات الشمول المالي عشان كلنا ندخل بقى من الاقتصاد غير الرسمي ندخل الاقتصاد الرسمي، وبالتالي نحسن من اداء الاقتصاد المصري بشكل اكبر. وفي نقطه مهمه برضه حابين ناكد عليها، انا لما بحسن من اداء العمله الورقيه البلاستيكيه اللي في ايدي انا بحسن من ادائها في المستقبل مش دلوقتي. في المستقبل بيبقى اداء العمله بالنسبه لي افضل، يعني ان هي ما تتلفش بسرعه دي حاجه مهمه جدا، انها ما تتقطعش، ان انت حتى تكتب عليها انت مش هتعرف تكتب عليها اصلا. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا عن الذوق العام، هل من الممكن انه يبقى في كمان طرح زي ما كنا بنتمنى بقى طرح لمقترحات لاشكال مختلفه في تقدير العملات القادمه؟ هل ده ممكن يتم نتوقع انه يحصل ولا لا الدوله تتعامل مع كيانات كبيره ل يعني تصميم العمله وخلاص، يعني مفيش مجال لده؟ تمام. احنا طبعا عندنا القطاع المصرفي المصري لازم نوضح النقطه دي ان هو بيتسم بالمرونه، هو بيبتدي زي ما قلنا هو بيعمل تيست. احنا لقينا مثلا لو قلنا ان ابتدى الذوق العام متقبل التعامل بالورقه انما الشكل فيه مشكله، طبيعي جدا هنبتدي نشتغل على جزئيه زي ديت ان احنا نبتدي نشوف شكل للاصدارات اللي هي اللي بعد كده اللي هي ال 20 ال 20 المتداوله النهارده على السوشيال ميديا دي حقيقيه ولا مش حقيقيه يا دكتور؟ لا 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 لسه لسه يا فندم مفيش 20، لا بعد اذن حضراتكم ناكد، هي اللي صدر من البنك المركزي المصري هي ال 10 فقط، 10 جنيه فقط هو ده اللي صدر. يعني حتى مش عايز اتكلم في تفاصيل كتير، يعني ده كان الناس واقفه طوابير يعني عايزينها وكانوا بياخدوها ومتوفره موجوده في كافه البنوك اللي موجوده في القطاع المصرفي ال 38 بنك، وكانت متوفره في حوالي 2 مليار مطبوع منها، فبالتالي هي اللي موجوده هي 10 جنيه فقط لا غير، لسه ال 20 ما صدرتش. بشكرك على التوضيح ده،
ورسائل مهمة جدا حضرتك شاركتنا بيها. دكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك بألف خير.